حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى يعني ابن ابي كثير قال حدثني نحاز بن جدي الحنفي عن سنن بن سلمه ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالقدور فاكفت يوم خيبر وكان فيها لحوم حمر الناس حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى فقيل إنها ميتة قال ذكاة الأدم دي باغُه حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطأ قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديباغها طهورها أو ذكاتها حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهمين عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جد مئة والرجم حسن أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن سلمة بن المحبق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته قال: إن أكرهها فهي حرة ولها عليه مثلها وإن طاوعته فهي أمته ولها عليه مثلها حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي ثم النميري قال حدثني حبيب بن عبد الله يعني أباه قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهوذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير ، عن أن حاز الحنفي أن سنان بن سلمة أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي ، في القدور فأكفت